صباح الخير. الحين الساعة تقريبا 8. حبيت بس أتكلم شوي عن عطور دار الطيب. عطور دار الطيب فيها عطور، يعني هي دار قوية ومعروفة وعالمية، صارت وصلت للندن ودول الأوروبية. عموما دار الطيب الله يسلمكم فيها عدة عطور جدا قوية، يعني حق موسم الشتاء. بس في عطور تغير ريحتها بسرعة، يعني تاخذها تظن ان العطر اللي انت شميته، بس بعد فترة العطر يصير شيء ثاني، ما ادري، في نوتة تطلع ما محببة. فهل عطر انا خذيته كان مع للأمانة أحاول أشوف اسمه بس ما أنا قادرة، ومن زمان ما أخذته، بس توني اليوم بطلته واستخدمته، تبخرت، ظنيت إنه بيصير زين مع البخور، بس للأسف العطر فيه ريحة نفس ريحة الصابون يمكن، أو ريحة أعشاب. المهم إن العطر جدا سيء، يعني يخلي اللي يمرون يمك العطر هذا مو محبب من 99% من الناس. النوت اللي فيه مع إنه شكله وايد فخم وتعبانين على الباكج، بس العطر هذا جدا سيء. وبالآخر لولا تعدد الأذواق لبارة السلع، يعني في يمكن في يحبونه، بس للأسف هذا بكب اللي فيه، بحطه عندي، استخدمه كديفيوزر وأخلي بس الباكج هذه العلبة لأنها وايد حلوة الغرشة، أما العطر من داخل ما أشتري بيزة للأسف.